لاعب النادي الأهلي السابق وأيضا من الكوادر الفنية القائمة على أكاديمية النادي الأهلي والعمل في الأكاديمية اللي بنتمنى إن شاء الله أنها تبقى إضافة كبيرة لمستقبل الكرة في النادي الأهلي. برحب بيه، سعداء بوجودك معنا النهاردة على شاشة قناة الأهلي. أنا سعيد وبتشرف لما موجود مع حضرتك. طبعا بنشرف بوجودك معنا يا كابتن أحمد. اسمح لي نبدأ معاك ومع مشاهدينا قبل ما نطرح عليك تساؤلات كثيرة عن الأكاديمية وعن سيناريو مشابه للفترة القادمة إن شاء الله في الأهلي وعملية إعادة البناء، الفترة اللي انضميت فيها في 2003-2004. خلينا نبدأ معاك يا كابتن أحمد ومع مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. أحمد رضوان واحد من اللاعبين الذين ساهموا في استعادة الأهلي للبطولات بعد فترة من الإخفاقات مع مطلع الألفيات الثانية. في عمر 26 دخل رضوان النادي الأهلي متمسكا بتحقيق حلم طفولته، وذلك على الرغم من تلقيه عدة عروض من أبرزها الزمالك، إنبي، حرس الحدود، إلا أنه أصر على الانضمام للأهلي لتبدأ رحلته التي تزامنت مع عديد من اللاعبين الذين دخلوا النادي في نفس التوقيت، من أبرزهم النجم محمد أبو تريكة عام 2003-2004. على الرغم من أن رضوان كان واحدا من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في هذا التوقيت بعد مساهمته بشكل فاعل في صعود فريق القناة إلى الدوري الممتاز قبل انضمامه للأهلي، إلا أنه واجه سوء حظ كبير بسبب تعدد إصاباته في وقت قصير. كان رضوان لاعبا مهما في تشكيلة الساحر البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني في ذلك التوقيت، إلا أن حاجته لوقت كبير للتعافي أخرجه من دائرة الحسابات، ليرغب رضوان في الرحيل أملا في الحصول على فرصة اللاعب كأساسي. بالفعل رحل عن النادي الأهلي موسم 2005-2006 من دون أي أزمات مع النادي المقرب إلى قلبه، وهو في سجله بطولة غالية ألا وهي دوري موسم 2004-2005. ثم توج الأهلي بالبطولة الإفريقية لكنه كان خارج القائمة الإفريقية وقتها. انتقل رضوان بعد الأهلي إلى أندية أسمنت السويس ثم إلى الاتصالات ومنه إلى جاسكو لمدة موسمين حتى اعتزل كرة القدم، ليتجه إلى التدريب منذ موسم 2011 ليحصل على عدة دورات تدريبية. يعمل الآن في منصب المدرب العام لفريق الاتصالات ومديرا فنيا لأكاديمية الأهلي فرع الأطامية. كابتن أحمد رضوان لاعب النادي الأهلي السابق ونائب مدير أكاديمية النادي الأهلي فرع القطامية، عايزين طبعا بما أن التقرير عرض للسيرة الذاتية لك مع النادي الأهلي كواحد من لاعبي ونجوم الفريق في الفترة دي، عايز أتكلم عن تجربتك، بتقيمها إزاي؟ نجحت بدرجة قد إيه وإيه المعوقات أو العراقيل اللي سببت صعوبة في عودتك للتشكيل أو للمشاركة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت أصلا في نادي القناة، ويعني في لعبت من حوالي انا عندي 18 سنه لعبت، جت في 6 يعني وانا 26 سنه بالظبط كده جالي زمالك وجالي اهلي وجالي كذا حاجه وسافرت دبي كده من دبي. المهم كان وصلنا للحل ان احنا ان شاء الله، وخدت قرار ان انا عايز اروح لها. لما جيت انا كان عندي مشكله ان انا كان والدي الله يرحمه كان توفى يعني كده الله، وانا كنت خلاص حاجز حج ولازم اروح اعمل له الحج، فقعدت حوالي 23 يوم في الحج، ودي كانت المشكله الكبيره لما انا رجعت. وانا بقوله مش عشان احمد رضوان، انا ممكن اكون بدايه بقى مشاركتك، يعني دي كانت العوده كده من رحله الحج، دي كانت بدايه مشاركتك بالظبط. احنا يعني كنت اظن لما كلمت انا وتريكا وحسن مصطفى وبينيو كنا بتقالي في نفس الاسبوع احنا مضينا التوقيع، كله طبعا دخل في التمرينات، وحتى كان عندنا مطوشة في الكاس اظن طنطا وكذا ماتش كده لعبناه، كنت انا لسه مش موجود. انا جيت على ماتش الترسانه، المشكله اللي انا جيت اتمرنت تمرينه وكان تاني يوم ماتش لعبت ماتش رسمي، فكنا بنلعب حد واربع تمرين فردي ولا مع وسام عرابي لوحدي ساعتها حتى وتاني يعني كان اول يمكن لقائي مع اللعيبه او تاني لقاء يعني كان في ماتش رسمي. انا مش يعني مش بتكلم عشاني، لكن بتكلم اللي قدام. كان احمد رضوان كانوا بيصنفوه ان هو من الناس الكويسه جدا في المكان دوت، كان عايز بس وقت كويس، عايز فتره اعداد كويس، لان انا كمان جاي من نادي يعتبر صغير، نادي القناه ما عندناش جماهير خالص، كان
شركه ما فيش عندنا طموح الفوز فيها محدود يعني المشاركه فيها في الدوري حتى ما كانتش بهدف الفوز او بالظبط. فالنقله دي بتاعت اللعيب ده بيبقى محتاج شويه ان هو يتاقلم في الجو. احنا كنا بنبقى عندنا 10 و15 و20 الف في التمرينه مش في يعني شايف انك كلاعب ظلمت في تقييمك في تجهيزك للمشاركه مع انا بقول لحضرتك انا اول مستر مانويل كان مستعجل جدا على مستعجل هو الراجل كان بصراحه يعني بيتكلم في ان انا عارفك بقالي 3 سنين والناس هنا ده هو كان منحاز لك فنيا جدا يعني جداً اي يعني هجوم كان بيحصل محمد رضوان او مشاكله مع الفريق كانوا بيقال انه مستر مانويل جوزيه هو اللي اختاره وهو اللي قال انا مصر على وجوده في المكان ده ومع الفريق وانا يعني بشكره طبعا على اللي هو عمله معايا. بس هي المشكله كلها ان انت طبعا خلاص اتاخد عليك ان انت تعمل ماتش كويس وبعدين ماتشين وحش ماتشين كويس بعد فوصلت الحته ان انت خلاص كجماهيريا انت الانطباع الاول ما كانش الانطباع بالظبط كده. فالمشكله الكبيره اللي حصلت يوم ماتش المقاولين المفروض كنت باخد انا حقنتين كده هي قصه مش حقن هي قصه قريبه من عمليه فالموضوع طبعا كان مطلوب مني اخدتها قبل الماتش وبين الشوطين الطلب ان انا اخدها فانا كنت وصلت المرحله ان انا خلاص يعني فقلت لا مش هياخد الحقنه فالموضوع وصل بيني وبينه الصدام بقى الصدام. وتاني سنه طبعا ده عشان تتغلب على الاصابه اللي كنت بتعاني منها ولا كان قبل الاصابه اللي خدت وقت في علاجها؟ لا هو قصه كلها ان احنا لما بناخد حضرتك بين اي موسم والتاني طبعا الاهلي ما بيحصلش كده بس اي نادي ما بيلعبش بطولات افريقيا او كده بياخد حوالي اسبوعين ثلاثه بالكثير جدا بنعمل فتره اعداد حوالي شهرين شهرين ونص عشان نوصل لما هو كان السنه اللي فاتت او الاداء كده اللي يسمح بالمشاركه. فتخيل انت 23 يوم في حج ومشقه وي 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 وبتيجي ما بتاخدش ولا يوم بتخش على الفريق زائد بلس بقى يعني حط بقى كمان الضغط النفسي اللي عليك انت اصلا مش اخد على الوضع دوت فانت بتبص في ماتش النجم الساحلي 120 ايه ده اللي انا فيه دوت. فالموضوع طبعا جه بالسلب عليا كنت حاطط سيناريو تاني الحمد لله الواحد كان في نادي القناه كان عامل مواسم 6-7 مواسم كويسه جدا وكانوا السيناريو اللي حاطينه ان المكان حتى ده كان يمكن احمد حسن هو اللي كان بيلعب بكرايت ما كانش فيه بكرايت في الوقت ده. فالسيناريو اللي انا كنت حاطه لنفسي الحمد لله ما مشيش زي ما انا عايز لكن طبعا بتشرف انا كنت موجود في النادي. بس في امرين يعتبروا عقبات واجهتك كمان صعبت المهمه يا كابتن احمد حاجه منهم اشار لها التقرير لما قال كمان فكره انك احتجت وقت من للاستشفاء الكامل بعد الاصابات كان عندك اصابتين حسب كلامك كمان اتكلم عنهم وفكره ان المنافسه بعد التعاقدات الجديده اللي هي هننتقل لها لانها مناسبه للمشهد الحالي في الاهلي ان الاهلي بصدد التجديد واعاده البناء حسب تصريحات الكابتن الخطيب رئيس النادي انك كان عندك منافسه شديده جدا بعدد كبير من النجوم اللي ممكن يلعبوا هاف رايت او باك رايت. طبعا كان في نجوم كبيره جدا لما انا جيت كان كابتن ياسر رضوان كان موجود كان كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود فكان يعني حاجه جامده جدا طبعا لما جود بس كنت بتكلم معاه ان انا يعني عايز وقت كويس جدا لان انا عارف نفسي كويس انا مش انا ده مش اللي بيلعب ده مش انا خالص يعني اديني فتره استشفاء كويسه جدا ان انا اقدر واخش في مطوشه كويسه اديني فتره اعداد كويسه جدا عشان ابدا اظهر بالصوره اللي انا عايزها. فكان يعني الكلام كله بيتقال ان انت ما تقلقش من اي حاجه انا اللي هنا المسؤول وانا اللي بلعبك. وطبعا حصل الصدام اللي في الاخر في ماتش المقاولين طبعا كان شاهد عليه كابتن ثابت الله يرحمه طبعا مفهوم يعني خلاص الموضوع الامور كلها ما كانتش في صالحك في مشاركتك كلاعب في صالح مشاركتك وكمان حدوث توتر مع الجهاز الفني او المدير الفني صعب المهمه اكتر بالظبط. طيب بالرغم من ده واضح انه المنطق بيقول ان كابتن احمد رضوان عنده سمات على المستوى الشخصي والانساني جيده وانه بيمثل كفاءه بدليل استعانه النادي الاهلي بيه في الاكاديميه. عايزين نتكلم عن الاكاديميات شويه شايف شغلك فيها ازاي وانتمائك للكيان الكبير ده ورؤيتك لدور الاكاديميه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طبعا هو القصه كلها انا يعني كنت سامع حضرتك بتتكلم مع كابتن احمد بلال القصه كلها لازم نشتغل من الحته اللي تحت دي مش هينفع ان احنا نيجي عايزين بطولات بنلعب بهدف ان احنا ناخد كل البطولات اللي احنا بنخشها ولكن لازم يبقى في زي ما انت كنت من 4-5 سنين انت طلعت تريزيجيه طلعت رمضان طلعت ناس كتيره جدا ايام كابتن احمد بلال كان سيد كان اسامه كان مجموعه كبيره احمد متعب كان مجموعه كبيره جدا من تحت طالعين فده كان بيوفر وطالعين بقوا نجوم على طول ليهم بصمه مع الفريق. طبعا ده متوقف على مين المدير الفني اللي موجود وسياسته وفلسفته عامله ايه وهل هو عنده يعني من الكاريزما ان هو يدخل الصغيرين دول مع الكبار فبيعمل الاندماج ده بسرعه. الموضوع عايز كذا حاجه مدير فني اداره
تستحمل شويه. اعتقد يعني قول لي اذا كنت متفق ولا مختلف كابتن احمد مع الكلام ده، انه عايز شغل فنيا عالي جدا كمان وبدنيا مع فرق 20 و18 عشان المدير الفني ما يحتاج عناصر يلاقي الاولاد جاهزين يعني. بالظبط هو ده اللي المفروض يحصل. المفروض يحصل ان المكانين الدرجه الاولى تبقى فيها تنسيق كبير جدا مع القطاع. ليه؟ لان انا المفروض كقطاع شغال المفروض اشتغل بنفس الفكر بتاع اللي فوق. ليه؟ لان انا عايز اطلع، كنت بتكلموا على الفرقه بتاعه 97 دلوقتي، انا عايز اطلع من 97 ولد او اثنين او ثلاثه. طب لما انا هطلعه على الفكر اللي فوق اللي هو اصلا ممكن يكون مش هو الشغل اللي بياخده تحت، انا بتكلم على طريقه وعلى نظام وعلى سيستم وعلى كل حاجه. فده لو حصل الكلام دوت ان احنا نسقنا الموضوع مع بعض، لا الولد هيطلع من هنا على نفس الشغل، ولكن طبعا الامكانيات بتزيد، طبعا القصه بتكبر شويه، ولكن في نفس الاساس واحد بالظبط كده، استراتيجيه العمل الفنيه بالظبط كده. لكن عندنا مشكله كبيره جدا في القطاعات خصوصا في مصر، ان احنا المدرب اللي بيبقى موجود بيركز. انا بلعب دلوقتي مثلا سي مع الاولاد مثلا اللي عندهم 8 سنين، فبلعب 5 ضد 5، فبشتغل على الخمسه دول وبس. ليه؟ لان انا كل دماغي ان انا مش عايز امشي، ان انا عايز اركز، ان انا موجود السنه الجايه، فاعمل ايه؟ عايز اكسب، عايز اكسب بس. فبعمل ايه؟ بركز في الخمسه دول. ما ينفعش ان احنا نشتغل على مكسبه بس. فبتلاقي خمسه وبعد كده جاب كبير جدا، وبعدين باقي اللعيبه بقى بالظبط كده. تيجي تشتغل على سته تلاقي هم السته اللي هو مركز عليهم وبعد كده مش شغال. فاحنا القصه كلها ان انت لازم تدور حول ان انت بتطلع تلعب ايه؟ تلعب 11. فلازم الخمسه اللي موجودين في الملعب او السته دول يبقوا موجودين، شغلهم ما فيهاش مشكله خالص ان هم يطلعوا يلعبوا ازاي بعد كده 11 ازاي. بلعب حتى الطريقه اللي انا بلعبها بنفس الطريقه بتاعت ال10، بعد كده بزود عليها ناس، ما اعمليش خلل في التيم بتاعي. يعني تتمنى ان، بتقول ان ده مش موجود لحد دلوقتي يا كابتن احمد، لكن الرؤيه اللي بتتمناها انه يبقى النادي الاهلي عنده سياسه واستراتيجيه عمل موحده عاملة توحيد لسيستم الشغل بين الأكاديميات على كل المراحل العمرية والفريق الأول. بالظبط. هو كمان عندنا يعني كابتن خالد بيبو السنة دي ماسك الأكاديمية والجهاز، عمل حاجة كويسة جدا إن هو مدخل عندنا مدير فني للمكان. فهو اللي مسؤول فنيا. إحنا أصلا عندنا مدير فني كابتن عدنان عاشور وبنستلم منه الشغل. إحنا أكاديمية يعني أكبر أكاديمية في مصر. القصة عندنا شوية طبعا قصور لازم تتحل، ولكن في المجمل لا، احنا حاجه منظمه جدا وبنشتغل بسيستم كويس جدا، عندنا برنامج بنشتغل عليه، مش بنشتغل قصور. ده بتنقلوه بدوركم يعني، بتناقشوه مع الكابتن خالد بيبو، بتوصلوا الرؤيه، بتطرح على النادي على المسؤولين. بالظبط كده بالظبط. لكن القصور الاكبر يعني ان انت دلوقتي انت بتاخد المبلغ هزيل جدا بالنسبه للولد اللي بيدفعه، بالنسبه للاكاديميات الثانيه كبيره جدا او كثيره جدا حوالينا، دجله، اكاديميات كثيره جدا، لا تلاقي الرقم اللي بيدفع هنا غير الرقم اللي بيدفع هنا خالص. قول لي ده مردوده ايه او نتيجته السلبيه من وجهه نظركم في الاكاديميه ايه؟ هل على مثلا ايه دخول المين او الاجهزه ولا بالزبط. تجهيز الشغل اللي ممكن ارباح الاكاديميه تساعد فيه؟ رقم واحد بتبقى هي قصه المدرب اللي بنجيبه هتاخد كام؟ فهو بيقارن في كده. فبيجي قدامه حاجه ثانيه يقول لك لا، طب انا ايه اللي هيجيب اخد هنا 10 لو عندي فرصه ماليه 20 بالظبط كده. فهي دي اللي بيحصل لنا قصور في الموضوع دوت، وان شاء الله هم يتداركوا الموضوع دوت عشان تقدروا تختاروا افضل عناصر. بالظبط. فبالتالي يبقى مردود الاولاد يبقى مستوى. لكن عاملين حاجه كويسه السنه دي، دخلنا 2005 و2006 المفروض باهلي بيه، وبيشتغلوا دلوقتي على الملعب عندنا في القطاميه، وكمان موجود عندنا ولد من 2009 راح القطاع السنه دي، عندنا امير عبد الحميد شغال برده في الشيخ زايد ما شاء الله عامل شغل كويس، رامي برده في كابتن خالد بيبو في لقاء سابق قال لنا ان عندكم خطه طموحه جدا بالاتفاق مع مجلس الاداره لتوسيع نشاط الاكاديميه. كابتن فتحي مبروك جالنا السنه دي واختار بالفعل نماذج يعني، واختار اولاد كتيره جدا. كابتن تامر كان معاه، تامر حفني، كابتن تامر حفني كانوا موجودين عندنا وجم عملنا يوم كويس جدا، وبالفعل في فترة الاختبارات من حوالي شهرين كده، واختار بالفعل مجموعة كبيرة جدا راحت هناك، واختيروا بقى مع بعض طبعا بالمقارنة بينهم وبين الأولاد اللي موجودين هناك، وفي ناس كتير جدا دخلوا القطاع مع فرق الناشئين في المرحلة العمرية بتاعتك. يعني إن شاء الله نتفائل الأكاديمية يعني مع الاستجابة ورؤية مجلس الإدارة لعلاج أي قصور بتقولوا إنه موجود، الأمور ممكن تتحسن جدا في الأكاديمية ومردودها الفني كمان. بالظبط. طيب كابتن أحمد، هنتكلم شوية عن الفترة اللي انضميت فيها للفريق، لكن مش على مستوى تجربتك الشخصية، على مستوى تشابه الفترة دي مع اللي بيحصل دلوقتي. تصريحات الكابتن خطيب هنعيد بناء الفريق
في يعني رؤية لمتطلبات كتيرة جدا أشار كابتن خطيب إلى أنها مطلوبة في الفترة الجاية، وأنه لمس قصور موجود في الأداء وفي الشكل. انضمامك للفريق كان مصحوب بصفقات كتير قوي، هل تعتقد أنه إحنا بصدد مرحلة جديدة هيبقى فيها انضمام عدد كبير من النجوم والأسماء؟ أنتوا انضميتوا في فترة لا تزيد عن سنة اعتقد 10 او 11 نجم انضم للاهلي في الفتره دي. يعني احنا انضمينا وتهيألي فرقه ثانيه خالص اتغيرت، كان الفريق بيتجدد 70 على مدى 70% الفرقه اتغيرت خالص، يعني بتشبه كده اكتر. احنا يعني الفتره اللي انا كنت فيها كانت اقل من كده بكتير طبعا في النتائج، كانت بعيده شويه، ولكن الميزه دلوقتي ان انت موجود، انت وصلت نهائي، انت خسرت وزعلان. احنا القصه كلها ان انت زعلان ان انت ما كنتش تكسب، وما كنتش مش من حقك اصلا تكسب. هي دي اللي احنا اللي مزعلانا، ان انت ممكن تكون رايح وبتحاول وبتقاتل وما وفقتش، لكن عملت اللي عليك، مفيش توفيق، الشكل لكن الشكل كان مش حلو. يعني فنيا كان بعيد شويه الاهلي عن الماتش خالص، وده طبعا وده ما تعودناش عليه في اي مباراه الاهلي، عشان كده بيغيب عن المشهد خالص في الملعب، عشان كده كابتن خطيب طلع واتكلم، وطبعا ده 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 دور حد رئيس فاهم بتاع كورة مننا، ففاهم كويس جدا الفرقة فين دلوقتي، فطلع يطمن الناس. وانا اظن انه هيحصل في شهر واحد في التنقلات دي هيحصل طفرات كويسة. تعتقد انه على مدى الفترات اللي جاية، لو قلنا على مدى سنتين جايين وفترات الانتقالات اللي تتخلل العامين دول، هيبقى في نقله كبيره في الفريق، هيبقى في انضمام وتجديد بنسبه كبيره في الفريق؟ اظن والله انا شايف كمان الراجل، انا مش عايزين نظلمه الراجل، قبل يعني حط الماتش ده على جنب كده وشوف اللي قبل كده، لا الدنيا ماشيه بخطى كويسه جدا. هو كمان استلم الفريق احقاقا للحق، يعني الناس ايامها كانت بتقول ده احنا قربنا نخرج من البطوله في دوري المجموعه، هو استلم واحنا خد 3 مركز ورا بعض بالظبط كده، فاحنا صعد بقى نمره واحد في المجموعه، يعني عشان بس ما نبخس الجهاز الفني، لا تعب وحاول، واحنا كنا في حته بعيده زي ما حضرتك بتقول، لا ودى النادي في مكانه الطبيعي. القصه كلها القماشه اللي معاه، لازم بقى احنا نساعده، لازم كاداره لازم يوفروا له، لان انا شايف يعني في اماكن كتيره جدا لازم يتوفر فيها لعيبه كويسه، لان انت بتلعب على البطوله. شايف مراكز محتاجه اكتر من لاعب يبقى في المركز ده موجود، ولا شايف مراكز البديل فيها مش على نفس مستوى اللاعب الاساسي بس ومحت دون من غير حساسيات ومن غير ما نذكر طبعا من غير اسامي من غير حاجه، بس انا بتكلم انا راجل بتاع كوره وبتكلم كرويا، حتى لو انت جبت 20 لعيب، يعني كل العشرة زي مش عمرنا ما هنقول كده، حتى لو هم زي بعض، بس لما بتيجي بتلعب بتشتغل، اللي شغال بيشتغل بيعلى شويه عن اللي بره، طبيعي المعلى. لازم يعلى، لكن اللي بره ده المفروض يبقى موجود، اما نحتاجه نلاقيه في الملعب بالزبط. يعني لما ابقى بالظبط كده، لما ابقى محتاجه حتى الاقي منه 70% 80% من اللاعب اللي كان موجود، فده هيساعد الفرقه، لان انت بتلعب على 4-5 بطولات، فلازم تبقى انت عندك، بس مشاركتك ما تعملش دروب، لا لما تنزل تشارك لسبب ايقاف اللاعب الاساسي او احمد فتحي مش موجود في مشكله في المكان، ما يحصلش دروب في المركز، مع ان محمد هاني لعيب كويس جدا جدا واعد جدا، يعني حاجه ما شاء الله جميله، ان شاء الله يكون له مستقبل يعني. طبعا لكن المكان عايز تدعيم كويس في المكان دوت. انا شايف برضو ما ينفعش ان احنا عاملين نقول احتراف ونجيب افارقه واحنا عندنا الراجل المفروض المهاجم بتاع المنتخب مصر هو رقم 2 في نادي الاهلي مروان، احنا ما طب وبعدين؟ الحقيقه عندنا بعد انضمام صلاح محسن كمان في الفتره الاخيره بقى عندنا لاعب محترف مميز جدا وليد ازارو، وعندنا 2 من لاعبين في منتخب مصر ورؤوس الحربه اللي موجودين في الاهلي يعني. بس طريقه الاستفاده بيهم بقى في الملعب كمان ازاي بالظبط، فعاليتهم على المرمى ازاي تزيد، هي دي القصه، ان احنا حتى الفلسفه اللي احنا رحنا بيها برضو، احنا رحنا رد فعل، احنا رايحين واحنا مش هنخسر، وحضرتك طول ما انت بتلعب ان انت رايح انت مش هتخسر، فانت هتخسر. متفق مع اللي قاله يعني بين السطور بين تصريحات كابتن خطيب، ما يعني انه تقريبا كان متخوف لانه شاف احتفال بعد المباراه الاولى كاننا خدنا البطوله، وشاف ان ده مبكر سابق لاوانه. بنتكلم بعد الماتش، والله الموضوع لا الموضوع صعب، لان انت الماتش الاولاني انت ما كنتش فنيا كويس للدرجه اللي تطمنك قوي بالظبط كده، ان انت تروح هناك انت مش هتخسر. لا كنا متخوفين كلنا،
اظن ان هو برضو الجهاز الفني كان متخوف عشان كده راح لعب بالشكل. طيب هي في نقطه واحده غريبه جدا كابتن احمد، الناس شافتها في المباراه الاخيره في رادس رغم اننا بلغه الكره غبنا عن المشهد كاننا ما شاركناش يعني، بس الناس شافت ان الاهلي كان متماسك في الشوط الاول حتى لو بشكل مش متعودين عليه من الاهلي، وانه كان هياخد اللي هو عايزه من الشوط الاول ويخرج متعادل، وده يخلي الامور تبقى اصعب نفسيا الشوط الثاني على الترجي. ايه اللي يخلي فرقه بخبرات الاهلي ما تقدرش تحافظ على تركيزها الدقيقتين اللي هم وقت محتسب بدل ضايع في الشوط الاول؟ وده كان يفرق كتير انك تبدا الشوط الثاني في صفر. القصه كلها الجون الاولاني اللي دخل ده يعني مش ده السيناريو اللي كان محطوط اكيد للجهاز الفني، هم كانوا عايزين يوصلوا ان الشوط الاولاني يطلع كده وهنبدا الشوط الثاني نقدر نتحرك في 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 اتجاهات هجوميه شويه نطلع لفوق شويه، ولكن هو كان عايز ال 45 دقيقه تخلص كده وده اللي ما حصلش، وربنا ما قدرش ان جه فينا جون. يعني ساعات التركيز لثواني بيفرق مع الفريق، يحقق لك التارجت من الشوط الاول. طبعا صرف النظر عن الاداء هو الفني الجون، هو الجون بيجي في في في, في لحظتين ثلاثه. حضرتك لو مش مركز في كوره جات لك سهله جدا ان انت تطلعها سبتها الطب مشكله. طيب في اتجاهين، في شغل مجلس الاداره ولجنه الكوره، تصريحات الكابتن الخطيب ان في اعاده بناء وهيكله وفي دعم وصفقات جديده واهتمام بالفريق وبقطاع الكوره كل الفتره الجايه، وفي كمان تصريحات مهمه جدا للكابتن محمد يوسف اللي بتدي ثقه في وقت اعتقد اللاعبين محتاجين فيه ثقه، بيقول احنا واثقين في الكوادر الموجوده معانا، الخبرات الموجوده معانا والامكانيات الموجوده معانا متميزه وقادرين نتخطى الازمه دي، وانه واثق في انه البطولات اللي هينخرط فيها فريق الاهلي بسرعه جدا سواء دوليه او محليه اللاعبين هيعودوا لطبيعه ادائهم فيها وهيأدوا بشكل والنتائج تكون جيده جدا. رايك ايه في الكلام ده؟ والله انا بتفق مع كابتن يوسف، احنا لو الاربع لعيبه اللي موجودين اللي هم مش موجودين لو موجودين انت مش هتخسر يعني، طبعا اجاي ازارو فتحي معلول مش هتخسر يعني، لما تيجي تحسبها كده بورقه وقلم لا فنيا هيعلوك يوصلوك لحته هي قصه كلها ان احنا الاربعه دول عايزين نخليهم ثمانيه عشان لما الاربعه دول يبقوا مش موجودين يبقى في اربعه غيرهم موجودين، مع حسام شايل عاشور ما شاء الله عليه، وليد سليمان، وليد ما شاء الله، بس يبقى معاهم بقى كمان بالظبط يعني كده. فلو الاربعه دول كانوا ثمانيه والاربعه حتى مش موجودين فانت دلوقتي معاك سبعه ثمانيه في الملعب برضو قادرين يشيلوا الفريق. يعني بنتكلم عن ان بعض الاضافات في مكانها السليم اضافات مميزه للفريق هتعمل نقله كبيره قوي في الفتره الجايه. يعني اتكلموا، انا مش عايزين نتكلم على اسامي ولكن اتكلموا على ناس ان يجيبوها. لا انا شايف 3 4 لعيبه لو جم الاسامي دي لا هتخلي الموضوع يعني في في زي حضرتك حصل مشكله زي كده ان في واحد مش موجود او اثنين اصيب دول موجودين او تم ايقافه يبقى عندي بديل بالظبط الفرقه ما تقعش بالظبط، لان هي قصه كلها برضو الموضوع احنا ده غير ان فعلا هي نقطه تستحق الحديث عنها يا كابتن احمد. دايما قدر لاعبي الاهلي وكمان خبراتك كواحد من اللاعبين مريت بالتجربه دي كثره الارتباطات والبطولات اللي بتشاركوا فيها، فطبيعي بيحصل اصابات حد واربع وجمعه وحد واربع وجمعه، فاحنا كام بطوله مشارك فيها الاهلي في الفتره الجايه دي، وهيبدا البطوله الضغوط مستمره ولا تنقطع، محتاج عدد كبير منهم. ده قدر الاهلي ان هو بيلعب على كل البطولات، مش بيخش وخلاص كمان، ده بيخش وعايز يكسب بطوله وتوصل نهائي، فهي دي لازم تجيب اللعيب اللي يقدر يكمل مسيره حد مش موجود، حد قعد انا بكمل المسيره مفيش يعني مشكلة. مهم ان يبقى في روح ايجابيه في شغل وفي تصحيح وفي استراتيجي ورؤيه للمستقبل فنيه بقياده مجلس الاداره او بيقودها مجلس الاداره ولجنه الكوره، ولكن مهم اننا ما نبقاش محبطين، ما نستسلمش فكره خسرنا البطوله يبقى احنا خلاص الدنيا يعني، لا لا لا. بلاش الروح الانهزاميه دي، نشتغل على اللي جاي. انا عاجبني جدا جدا الاداره بتاعت وادي دجله، احنا اتكلمنا كلنا يعني معظمنا يعني في اول السنه ان الراجل ايه اللي بيعمله دوت وبيشتغل ازاي وده وبيخسر وي لكن لما تيجي تبص في الاخر هم كسبانين، هم كسبوا هم ومصر كلها كسبوا، هيكسبوا كسبوا مدرب محترم بيعلي فلسفه بيشتغل من تحت ما بيقلقش، وكمان كسب ان هو عنده 6 7 لعيبه في اخر السنه هيجيبوا له ملايين. ليه؟ صبروا، هي قصه كلها ان اظنش يعني ان في اداره كانت هتصبر اللي عملوه وادي دجله مع الراجل اللي موجود معاهم دلوقتي ده. بس كمان هو اظهر ان عنده رؤيه فنيه حتى لو احتاجت وقت لتطبيقها، عشان كده هم صابرين عليه عارفين هم جايبين مين والسي في عامل ازاي بتاعه، ومفيش مشكله اشتغل ما خد وقتك يعني ما تقلقش مفيش مشكله، انت الشغل انت عايز تعمله اعمله دلوقتي. لا بتبص تلاقيه بيكسب الاسماعيلي بيتعادل مع المصري، لا مؤشره الفني عالي جدا، لا وبشغل فني محترم جدا جدا ما بيقلقش ما بيلعب على الارض. لازم هو ده الشغل اللي من تحت، تعلم الولد من تحت ان مفيش حاجه اسمها انا ليا فلسفه، لازم العب
ما لعبش عشوائي، ما مسكش كوره وطلع وشوف. عايز ان اللعيب اللي طالع للاهلي من اي مرحله عمريه وعنده فرصه للفيرست تيم او المشاركه مع الفريق الاول يبقى طالع جاهز بنسبه كبيره، ده اللي بنتكلم عليه، بس يكتسب خبرات بس المشاركه في الضغوط اللي الأول. هيساعد كده الاداره ان هي تتكلم مع مدير القطاع ان ما تتكلمش في 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 في, في مكسب وهزيمه، اتكلم في شكل بعد المدير الفني ما يطلع كده، تعالى قيمه فنيا، انت مالكش دعوه بالمكسب والخساره، تعالى قول لي انت شغال ازاي، انت بتشتغل الشغل ده بتاعك ده هيودي الولد لفوق ولا هنلعب نكسب النهارده ونمشي بعد كده العشرين ولد دول، هيكسبوا كل حاجه ولكن مش هيطلع منهم حد فوق. الحاجات المهمه او كلمه اخيره للجمهور او للمسؤولين في النادي او لفريق الكوره وجهازه الفني بقياده كارترون، ايه اللي حابب تختتم بيه الحوار ده وحاجات عايز تركز عليها خاصه بالمرحله دي؟ الكلام للإدارة إن شاء الله لما كابتن خطيب يتكلم، التدعيم لازم للجهاز الفني، الجهاز الفني يشتغل، أنتوا عملتوا اللي عليكم وأديتوا، ما نقدرش نظلمكم خلاص، محتاج الجهاز ياخد الثقة كاملة من مجلس لازم الإدارة، لازم الراجل يكمل، لأن أنت داخل على بطولات كتير، أنت خلاص كمان اسبوعين هتخش في بطوله تانية، فالموضوع مش مستحمل، لازم ندعمه كويس جدا، لازم هو كمان يشتغل على الجانب اللي مش عنده، عنده مشكله في ناحيه الباك رايت يحاول يشوف لها تدعيم، عنده مشكله في في في, في ازاره لو مش موجود لازم الحته دي تدعم كويس، هو يشوف ايه اللي ناقصه تقوم بقى بالتعاقدات او تنجز ما يحتاج اليه اللي هو يحتاجه، ودي الموضوع ان شاء الله لازم الموضوع كله هيكمل مع بعض. مش في تاكيدات من لحظات دلوقتي عاجل انه في نفي كامل لاي فرصه للاستغناء عن ازارو او اي استجابه لاي عروض بيتلقاها، وفي تاكيد على استمراره وبقائه ومشاركته في النادي الاهلي في الفتره الجايه. ده كلام محترم، ده كابتن محمد يوسف صاحب التصريح. كابتن محمد يوسف اعتقد هو كابتن محمد يوسف صرح انه لا نيه على الاطلاق للاستغناء عن ازارو على سبيل الاعاره او البيع او الانتقال لاي نادي اخر، وانه في تاكيدات على اتفاق الجهاز الفني ورؤيته الفنيه انه في احتياج الى وجود ازارو مع الفريق في مش وقته الجاي. لازم يبقى موجود، ده احنا عايزين ندعم، احنا عايزين ندعم الفريق، مش منطقي ان عنصر مؤثر تسيبه في الفتره. لا ما ينفعش خالص دلوقتي، مش وقته خالص يعني. بشكرك يا كابتن احمد على وجودك معانا وسعداء بمشاركتك معانا وظهورك على شاشه قناه الاهلي، وان شاء الله تكون موفق مع كل الكوادر اللي بتشارك في المهمه في اكاديميه النادي الاهلي. انا اللي بشكر حضرتك وفخور ان انا موجود في القناه، واحنا سعداء بوجودك معانا النهارده يا كابتن احمد، وبنتمنى لك كل التوفيق في مهمتك مع الاكاديميه ان شاء الله. شكرا. بشكر ضيفنا الكابتن احمد رضوان لاعب النادي الاهلي سابقا ونائب مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع القطاميه. بشكر حضراتكم على المتابعه لهذا الحوار ونهايه هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي وفقره خاصه جدا ومتابعته المتميزه لكافه الانجازات اللي بتتم على مستوى الرياضات واللعبات الاخرى في النادي الاهلي.